ريبيلاتو هو واحد لو ريستورون ايطاليان لي جا في كوتي او بالضبط في نيميرو 19 رو فرانش كونتي. جينا هاد النهار نجربو لي بلا ديال ريبيلاتو ونوريوكم احسن الاطباق ديالهم. دونك خليوكم معنا حتى لا فان د لا فيديو باش نقول لكم شنو هو احسن طبق عند ريبيلاتو وباش تعرفوا لا كارت منو ولو بري ديال كل بلا خدينا هاد النهار. كما كتشوفوا دابا لو كادر اي اغريابل, لا ديكوراسيون في الريستوران اي سامبل اي لو كادر اي رومانتيك. لا بارتي اللي كتشوفوا دابا سي لانتيريور ديال الريستوران ويمكن لكم تجلسوا في لا تيراس. لا تيراس اي لي كوفيرت يعني مغطيه, دونك انا بريفيري نجلسوا هاد النهار في لا تيراس. يمكن الناس اللي كيتشوفوا في هاد لا فيديو يديروا لا رمارك ويقولوا لو ريستوران خاوي يعني راه ما مزيان. او كونترير حنا هاد النهار جينا تغدينا شويه معطلين, مي لو ريستوران ديما كيكون عامر. نبداو الغداء ديالنا. اول طبق خديناه لا سالاد وخدينا لا سالاد بوراتا. لا بوراتا كانت طريه ولا صوص اللي دايرين من الفوق لذيذه بزاف. لونطري شود اللي خدينا هو لوبيرجين غراتيني وكما كتشوفوا في لا فوتو كان بزاف الفرماج وكان لوبيرجين لذيذ بزاف. جربنا واحد لونطري وحده اخرى اللي هي هادي سي لي موتزا فري ولا دي رونديل ديال الموتزاريلا مقليين بلا شابلور اكونباني بلا صوص ديالهم. ولي موتزا فري كانوا مون كود كور ديالي. الوغ ما تنساوش تبقاو معايا حتى لا فان د لا فيديو باش تعرفوا شنو هو احسن بلا عجبني عند الريبيلاتو. و لو بروميير بلا اللي خدينا هو هاد لو ميدايون دو بوف باني. وما يمكنش نجيو لان ريستوران ايطاليان بلا ما نجربو لي بيتزا ديالهم. جربنا البيتزا كابريتيوسا اللي فيها الموتزاريلا سالامي دو بوف شامبينيون وكانت لذيذه بزاف. اوسي جربنا لي بات وخدينا لي سباكيتي بالفروي دو مار كيما كتشوفوا بلي مول لي كالامار لي كروفيت ولا صوص طوماط. جربنا اوسي لي سباكيتي او فروماج ولا صوص بلانش واللي كانت ان بيور ريغال. الغداء هاد النهار كان بيورمون ايطاليان. نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش تكتبوا ليا في الكومونتير شنو هو احسن بلا بالنسبه لكم. نشوفوا الديسير ونقول لكم احسن بلا عندي كان هاد النهار. بالنسبه للديسير خدينا لي بروفيتيرول لا كلاص. كاين اوسي عند ريبيلاتو لا كلاص بوحديتها وكاين اوسي تيراميسو نورمال وتيراميسو بالبيستاش. يمكن لي نقول لكم دابا شنو هو احسن اونتري واحسن بلا عجبني عند ريبيلاتو. احسن اونتري كان هاد النهار هما لي موتزا ستيكس ولا الفروماج موتزاريلا مقلي. واحسن بلا عجبني هاد النهار عند ريبيلاتو هو لو بوف باني. نتمنى غداتنا هاد النهار تكون عجباتكم. ما تنساوش خليو لي في الكومونتير شنو هو بالنسبه لكم احسن بلا عند ريبيلاتو. كتشوفوا دابا لا كارت منو ديال ريبيلاتو افيك كاع لي بلا اللي خدينا هاد النهار ولي بري ديالهم. ما تنساوش تابوناو لا شين ديالي وتبركو على جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلوكم كاع لي ريستوران اللي كاينين في الدار البيضاء واحسن الاطباق ديالهم. نتلاقاو نهار اخر مع ريستوران واحد اخر وغدا واحد اخر والى اللقاء.